ما معنى اسم نوال؟ كان اسم نوال أحد أكثر الأسماء المستعملة في وقت سابق، ولا يزال يتواجد من يحمله في الوطن العربي حتى الوقت الحالي، إلا أنه على الرغم من هذا الاستخدام الشائع لن نجد الكثيرين من يعرفون معنى وباقي تفاصيل هذا الاسم، لهذا سوف نقوم بسرد كامل هذه التفاصيل من خلال هذا الفيديو. ذكر في معجم معاني الأسماء الكثير من المعاني الخاصة باسم نوال المستخدم كاسم علم مؤنث، إلا أن جميع المعاني مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبير، حيث نجد أن معنى اسم نوال هو العطاء والخير والنصيب والإعطاء بدون مقابل، وما يحصل عليه الإنسان من خير أو معروف. أما عن أصل اسم نوال فهو بالطبع عربي. معناه في اللغة العربية والمذكور في معاجم اللغة هو أن الاسم جاء من الفعل نالا، والنوال هو العطاء والنصيب والكثير العطاء، أي الكريم والسخي الذي يعطي بدون مقابل، ويقال ليس ذلك بنوال، أي أنه صعب المنال وصعب الوصول إليه، وعندما يحقق الإنسان هدفا له يقال نال مطلبه، فيما يختلف معنى هذا الفعل إذا جاء في جملة نال الرحيل، لأنه يعني في هذه الحالة أن وقت الرحيل قد حان وآن. يمكن القول بأن الفتاة المعروفة باسم نوال يحب الكثير ممن حولها التعامل معها بسبب السمات المعروفة عنها، وهذه السمات عادة ما تكون مشتركة بين الفتيات المعروفات بهذا الاسم، ولهذا سوف نقوم بذكر بعض صفات اسم نوال للتعرف على شخصيات هؤلاء الفتيات. فتاة لينة الطباع تتميز بهدوء الأعصاب، معطاءة وكريمة، وتتعامل مع من حولها بطيبة نفس دون أي حقد أو كره، مسالمة للغاية وطيبة مما قد يجعل البعض يظن أنها ساذجة، ولكن هذه ليست حقيقة. أكثر ما يعيبها أنها متقلبة المزاج ويصعب إرضاؤها، طموحاتها ليست كبيرة في الحياة، كما أنه أحيانا تتمسك بآرائها لدرجة تصل للعناد. بعد أن كشف علماء الدين عن وجود بعض الأسماء التي لا يجوز التسمية بها في الدين الإسلامي والتي كانت شائعة في الاستخدام في وقت سابق، بدأ البعض يصيبه القلق من اسمه الذي يحمله، لهذا نحرص دائما من خلال قناتنا على توضيح الحكم الشرعي لأي اسم نقوم بتقديمه، مثل اسم نوال الذي قمنا بالسؤال عن حكم التسمية به شرعا، وقد وجدنا إجابة علماء الدين بإباحة التسمية في الدين الإسلامي دون وجود حرج في ذلك، لأن الاسم لا يتبع أي قسم من أقسام الأسماء المنبوذة والممنوعة والمحرمة أو حتى المكروهة في الإسلام. يمكن تدليع اسم نوال بنونو، نونا، لولو، لولا، نولي، لولي.